بابا اخويا توا مازلت كي جيت درنسي بي يا باهين وانتي فين والحب فين ان شاء الله نكونوا في الغرام هذايا ديما تعبين بي فرحانين علي صارفين وديما متمتعين دقت ساعة الحسم هل انتم جاهزون نعم موعد القتال لقاء الابطال ربي يهدي لي كان السبب حاجة تطلع في المورال الباكستاني البوكسير المجرم وكوران توضيح بسيط ثلاثة كباش هذيما بشي تلموا في بطحة واحدة والقلاء كامل بشي يصير نهار لحد هذايا في بطحة المدينة الجديدة حبيت نعطي توضيح صغير رميسيمو كبير لكل إنسان خذيه بخاطر صاحبه المغروم وتفاهموا على بطحة واحدة راو انتوما مالي الكباش شيخين متمتعين وين تسيبوا رابحين أما خموا في الإنسان اللي يحب يتفرج تفرجوا بالإنسان تفكروا الإنسان اللي جاي باش يشوف بعينه وما نجمش يملك بيديه راكي تربط حاجة باية تربطها للناس قبل ما تربطها ليك انت وهذه فرصة باش نشوفوا لك باش كيما ذاما في بطحة واحدة قلا كبيرة بتصير لحد ذايا فما ما يقارب 10 مباريات اما ان شاء الله باش نحكيو على اكثر المباريات عملوا اشكاليات في الغرام زعم المسيبة عند شكون زعم المسيبة وين زعم المسيبة الوقت نبدوها بالنهائي نهائي بطولة تونس لسنة 2023 المجرم سامي دجدج عماد ناس جبل جلود جملة فيصل كورون هيكل سوسة موعد يتقسم على حاجتين سامي دجدج لقهر قلب هيكل سوسة والأخذ بالثار للمرة الثانية أو هيكل سوسة معمل على الكورون باش يرجع له الربح اللي خسره فيصل عيروت مسيبة صعيبة عزك باش لكن نتصور سيناريو باش يكون فيه كل شيء جارانتي العرك نعطيهولك انا من تو حاجة ماهيش بالسهل تصير المجرم الكبش اللي عامل 9 تراح الكبش اللي قاعد يقدم في مردود جبار اضعف ما يكون نقول لك نحالك العيرود بطل تونس والبطل هو اللي نحي البطل الكورون هيكل سوسة كيف كيف كبش عامل 9 تراح كبش عمل 7 تراح في عام عند خونا مخلص رجال القروين والكبش هذايا زاد خذيه هيكل سوسة وزاد بيه زوز تراح واحد فيس الباريزيان والمسيابة الأخرى فيس الزلزال مسيابات كبيرة قاعدة تسير كارير كبير قاعد يسير الكورون فيس المجرب في بطحة المدينة الجديدة إن شاء الله الفرجة مضمونة أبارتير من 7 متاع القايلة من المدي الساعة متاع القايلة باش تبدأ الفرجة وباش تبدأ المتعة وباش تبدأ الشيخ الشيخة والمتعة ابتداء من مدي ساعة المغرمة الكل تتلم الناس الكل تجي ثم عباد جاية من القروين فما عباد جاية من الأبعاد يعلم بها ربي الناس هذاما ماذا بينا نوفروا كل شيء للناس هذاما ويتفرجوا معانا الناس هذاما على خاطر كيما قلنا ماذا بينا ما نربطوش كباش كان لرويحنا نربطو كباش للناس المغروم لازمته يتفرج المغروم لازمته يتمتع المغروم لازمته يشيخ خمم في المغروم قبل ما تخمم في كنتي حطوا كل شيء على جنب وان شاء الله المسيبة في بطحة المدينة الجديدة الموعد ان شاء الله مدي الساعة متاع القايلة جود المسيبة الثانية اللي فيها برشة تأثيرات في الغرام البوكسير فيس الباكستاني اكثر كبش عمل اطراح في بطولة تونس حاليا فيس اكثر كبش صناعي في العرك البوكسير الكبش الغربي اللي عارك في عرك فرينا البوكسير الكبش اللي عامل 8 تراح البوكسير الكبش اللي نحى البرولي اللي نحى البلاك البوكسير الفينيش البوكسير الكبش اللي عمره ما استنى في دماغ هو دي ما يبادر السيطرة المطلقة كان اخر طرح للبوكسير وقت اللي ربح البرولي البرولي متاع اخونا حما ولد الرجب المرة ذي الباكستاني يرجع بيه حما ولد الرجب لأخذ بثار البرولي أو البوكسير لإعادة الانتقام أو تجديد الفوز على حما ولد الرجب في الباكستاني الباكستاني الكبش اللي عامل 11 فيكتوار الباكستاني الكبش اللي تخذيه من عند خونا مكسيمة حيزور لحما ولد الرجب الباكستاني الكبش اللي عارك بالشخصية الكبش اللي يعرف يربح الكبش اللي يعاونك باش تتفرج الكبش اللي يخليك شانس باش تعارك معاه باش تبعد معاه لكن لا رزلتا فيني باكستاني إليا غانيه أزوز تراح كيما ذاما بالحق
بالشيخ بيهم مغرمة تونس الكل. الأربعة كبيش إن شاء الله باش يكونوا موجودين نهار لحد في بطحة المدينة الجديدة. ألف شكر لكل إنسان ساهم في الجالا ذي. ميسالش حتى كان طيحت من خشمك وهزيت تليفون وخذيت بخاطر صاحبك، كله في خاطر الغرام أولا وفي خاطر المغروم ثانيا. مسيابات كبيرة، مسيابات فيهم كارير، راهو ما نعملوش على مسيابة المجرم الكوران والباكستاني والبوكسور، لا، ثم تصير سيربرايز، ثم 10 مسيابات باش تصير، برشا كباش باش تسيب في القالة هذيك، كل شيء جايز، كل شيء في القالة هذيا راهو جايز، تنجم خويا تصير، الكباش الكل تنجم تعمل مستحيل. نجم تصير الزك باش يتقابلوا يعملوا 200 دماغ، نجم الزك باش يتقابلوا المسيبة توفى بدماغ، كل شيء جايز في الغرام. كما تعرف البطحة تكذب المغروم كما المية تكذب الغطاس، زعم الربا عند شكون؟ والله ايش باش نقول، الله لا تحرم مغروم محروم، هذه لولا. ثاني حاجة ديديكاس لتعلم عوم فرصة ندزه مع الرجال. ثالث حاجة ما عندي ما نقول، المسيبة ذي كل مغروم باش يخسر يخاف لا يطير من عينيه النوم ويكثر عليه اللوم. الله غالب كباش مشرية بغلى السوم، كباش تحطت عليها أتعاب أيامات مش بالسهل باش ننسوها. حاجة كما ذي ما صارتش برشا في الغرام، تصفيات نهائيات كباش من الوزن الثقيل تتقابل في بطحة واحدة، كونوا حاضرين الفرجة نأكد لكم عليهم مضمونة. مش باش نقول لك تعطيني تقول لي بابا أخوي أعطيني رايك، المجرم الكرة 50-50، المجرم الكرة 50-50، المجرم كبش يعرف يربح، والمجرم كبش تبعد معاه يبعد معاك، تقرب له يقربك، تلصق له يلصق، تقص معاه يقص معاك، لكن المجرم فيش فافوري على الكبش الاخرين. الكبش يوجع معناه يوجع لك العروض وما ادراك. الباكستاني فيس البوكسور، الباكستاني فيس البوكسور، تروح الفرجه الكبش هذاك، المسياب هذيك وباش نقولها من تو مازلت ما صارتش المسياب. المسياب الباكستاني والبوكسور بيصير فيها بوان واحده معين، باش يهبط كبش مسيطر على كبش، باش يهبط كبش مسيطر على كبش في المسياب هذيك، لكن النهايه باش تكون الكبش اللي هبط مسيطر هو اللي باش يخسر. انا نتوقع السيناريو ذا بشابه واحد من الكباش الزوز هو يخرج قبل، هو يمرح قبل، هو يوجع قبل، اما باش يعطي الماكسيموم نتاعو في اول 10-15 دقيقه بعد باش تقلب عليه الايه. كل شيء جايز في الغرام، كبش معاركي برش، كبش يعرف يعارك، كبش يعرف يربح، كبش مستقبل الغرام. أربعة كباش كل كبش طمعت فيه برشا السيفات، انتظرونا شان يوتيوب غرام زمان. أبونيفو ديديكاس خويا اسكندر جالس فيقس، أحلى ناس، برشا شيخة، برشا فرجة، برشا متعة. غرامنا في 24 ولاية، غرامنا تعبين عليه، غرامنا صارفين عليه، غرامنا يعلم ربي اللي نحنا عارقين عليه، نخدم مع لاباليش على هايشتي نطفى عليها حتى البقشيش، شكون اللي قلك على غرامي عادي ربي الريش، ونولي التير نولي عندي ليجو اكثر من ابراهيموفيتش، ساعة تجي ساعة ما تجيتش، يرحم كمال تاتيما، كنا اخوات في الغرام، هات منا هات من غادي غرامنا مبني على الاحترام. ابونيفو شان يوتيوب غرام زمان، ديديكاس للرجال. Yeah.